now it's a new day. Thank you. اوكي اخوتي السلام عليكم. فيديو جديد ان شاء الله اليوم. عرفتي اذا لقيتوني دابا صورت واحد الفيديو 4 دقائق ولا كندوي معاه في الاخر جيت وما لقيتوش. هذه من بين المشاكل اللي كتوقع اخوكم بداو بها. عدنان ان شاء الله معايا دابا ماجدة نور حشبان. عرفتي علاش دابا يلاه عاودت الفيديو؟ حيت هذا الشيء درناه درناه وسالينا ودابا عاوتاني يعني باش تعرفوا اخوكم راه ماشي سهل هذا الشيء. ماجدة غادي تمشي للحمام. Yeah, this is your first time in Hamma. Yes. Yeah. So, see the Hamma. Actually, she has it. Okay, okay. You need to buy it. Okay, look at this. I didn't even know what this is. I didn't know what this is. The Baila, the Kaiti Nail Khadar, the Hawara Saib. You know what? There is something here. If you say it, it's black, it's not good, but it is green. Oh, the way the sabatin had. Had alaib. Ah. شوف اخوتي دابا ها هو الفطور ديالنا. ها هما دوك الالاعيب اللي جبتهم الوالدة. هايا كما كتشوفوا ماجدة هي اليوم صامت نهار كامل. تصوروا معايا واخا مشات الحمام وكلشي ومع ذلك صامت وقالت لنا نجرب معكم هاد كيفاش كدوزوا هادشي. يو سو اي جاست تيل هيم يو ار فاستين توداي سو هاو دو يو فيل ناو؟ اي فيل فيري جود. يا اول ذا تايم. يا سو اتس وازنت هارد فور يو. اتس نوت هارد وين يو ار ويز Moroccan people and when you can eat with them breakfast, but when you are alone and when you travel it can be hard. It can be hard. Especially without water when you go to the mountains. ما كتشوفوا دابا ماجدة غنديروا لها الحجاب. خليت شي هذوك الزغيبات كما كيخليهم الدريات. ها شي بنت هاو دي في بحال هكا جا زوين. شوف بحال هكا ويلي ويلي. شوف اختي دابا حنا فين جالسين قدام هذا المنظر. دابا كنشربوا في التاي. دابا خصني ندير معاك انتيا لازم باش ما نشدكش. ان شاء الله غادي تقولي لنا على التجربه ديالها. هي مشات الحمام غادي دابا على التجربه ديالها. صافي فهمتي كلشي. كتشوف I tell them you make this experience with hammam, so tell us how was your experience with hammam. It was very good. I really very good. I really like it and قبلي. I never felt so clean before in my life. Really? It was really nice. Yeah. قالت لك اسيدي باش ما نبقاوش نديرو الترجمة. الدري ديما كيسولوني على الترجمة. قالت لك عمرها حسات براسها نظيفة حتى مشات الحمام. الله الله الله. And what did you do? What did you do in Hamam? I was lucky because I was with Fatima and she showed me everything. So first was غسول. غسول؟ غسول on the hair. Then, you put in your hair. Yes. Yeah. And then we leave it for 1 hour, and during that 1 hour we put henna on the body. Then we took henna off. Then like soap. Black soap. Sabun bildi. Sabun bildi. Yeah. Sabun bildi. Please say sabun bildi. Sabun bildi. Yeah. And then we used keys, and then we took off the ghasl. And not that me gonna. Whoa, whoa, whoa! What the? She don't want to. ديما المحاولة أخوتي وخا تحرقوا. ولكن ديما حاولوا. واه ما بغيش. ولكن في كل محاوله كتكون يدك ولات قصاص حار.
والله ما بغات بلاتش من محاولة والله ما بغات هاي طفات الله ما تطفات بالله وشي مني غديرها المرة الأولى المرة الثانية تجي توجيك سهلة شوف هانت شي ومرة الثالثة توجيك سهلة قاع حين تيديك صافي ولفات شتي كل شي بالبراكتس شو 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 باش تفهموا معنى البراكتس هانت شو يديك ولات شو يديك ولات هذا هو المعنى ديال البراكتس إلا بغيتي توصل شي حاجة خصك ديرها المرة الأولى وتبقى تعاود 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 ريدك غادي تعتاد لها شوف دابا هاد المشتتاية What do you do? هادي راه مشة أمريكية كتفهم غير لونجلي هاي tell him why الله إلا قال لك مشة أمريكية هاد راه ديال ميغا واو كما كتشوفوا دابا حنا في الدار ديال ميغا ميغا ما كايناش دابا راه مسافرة ولكن خلي هاد الأخت عندها في الدار الله يا عشقي قلبي تولع كما كتشوفوا خوكم هيا مع هادي خصنا نمشيو نعسو يلا خوتي غنقول لكم ما تنساو ديروا جيم وسبسكرايب لاشين وتهلاو فريوسكم حتى واحد ما غيتهلا فيكم كي لا ما تهلاش فريوسكم يا جا والقادم احسن ان شاء الله هكا جا زوين شي بحال هكا ها